الاستثمارات الأجنبية في مصر، وحضرتك ليك دكتوراه برضو عن المسألة دي في فرنسا. دلوقتي البلد بتحاول انها تجذب استثمارات، اتكلمت على تعديلات تشريعية، اتكلمت على الشباك الواحد، وطبعا الاجراءات دي لسه ما شفناش لها تفعيل على الارض، وجولات مكوكية للرئيس وجذب استثمارات من الخارج. تقييمك ايه للجهد المبذول وايه اللي احنا محتاجينه؟ مش كلام اجراءات. مش كلام. الاستثمار قبل ما يكون اجراء وقبل ما يكون قانون هو مناخ. يعني انا بروح دبي وبحضر تحكيم هناك وشايف الدنيا عامله ازاي، وبرده قضايا التحكيم بتخليه برده شكلنا وحش، فالاستثمارات تحجم. فالمناخ هنا وخاصه في الوقت الامن فيه، يعني ما وصلناش لسه، هو افضل طبعا من الاول بكتير جدا جدا جدا، لكن ما وصلناش للمرحله اللي ايه. وانا مع عندي العملاء بتوعي كتير من العرب واستثماراتهم هنا بمئات الملايين، ومحبين لمصر جدا. يعني اخر حاجه، اخر حاجه مثلا اللي بيحصل في الاراضي، النظره الى الناس اللي عمرت انهم لصوص، لا ما تقولش لصوص، طب وفقوا والدوله تاخد المقابل، ما كلموش لصوص، انت سبتهم ليه؟ لما بقول وفق يقول لك انت بتتصالح مع اللي اخطا، يعني انت خليته ينعم لا، ما الدوله مسؤوله، الدوله النهارده اللي سايب، التسيب اللي حاصل انت سبته ليه؟ انت سبته وبنى وعمل وبعد ما الارض ولا راحت من يد لتاني يد لبتاع، ما ينفعش. طيب قنن والناس تدفع وتيجي بتبقى يعني. والعرب محبين جدا لمصر. انا فالتقنين بتاع مخلفات الصحراوي ده حضرتك شايف انه يتعمل تقنين كويس. تقنين صح، اعتقد هيبقى مجزي. والحقيقه حسن اختيار ابراهيم محلب شخصيه هايله، برضه معرفوش هو اللي ماسك الملف ده دلوقتي، هو كفء لهذا الملف. يعني بس ابراهيم محلب لوحده ما ينفعش، زي مثلا الرئيس السيسي لوحده ما ينفعش. مخلص ومجتهد وحياته كلها في البلد، لكن لوحده ما يقدرش المساله منظومه.